قلتي مرة إن الانسجام البصري بيؤثر على نفسية الناس. بالتأكيد طبعا. بمعنى إيه؟ إحنا يعني إحنا كمان حضرتك في حاجة في علم النفس أو في الاستيعاب البصري، لما يعني في زي خط بياني كده، لما بيبقى ما فيش حاجة خالص بيبقى مونوتونس، وبعدين تبتدي تحسي بالتشويق بشكل معين، لكن لما الموجة بتعلى قوي بيبقى في تشويش بصري عنيف جدا بيأثر على جهازك العصبي. يعني القاهرة النهاردة لما بننزل تمشي في الشارع بترجعي تعبانة عايزة تنامي، لأن الإعلانات بتعمل لك تشويش بصري، الصوت بتاع العربيات بيعمل لك إزعاج سمعي، برضو لما تشوفي الألوان المختلفة، أو غير لما تمشي في منطقة جميلة متوافقة منسجمة. أيوة. يعني هي الناس ليه بتحب تسافر برا وتيجي منبهرة؟ لأن في نظام معين بتمشي فيه الأحياء، في قانون بيتطبق إن محدش يقدر يحط إعلان بشكل جارح أو خارج أو يسبب هذا التشويش، خاصة الإعلانات. حضرتك بتشير الحقيقة بقى موجود في الإعلانات بشكل مكثف. يعني حضرتك لما بتمشي على المحاور بتاعتنا ما الإعلانات دي مرهقة جدا. بالذات بالليل لما بيبقى فيه أضواء وأشكال بتطلع، يعني حقيقي كأنه يقصدوا يعذبوا المواطن المصري. يعني طب في الميادين اللي حضرتك بتذكريها، يعني كنا دايما نشوف زمان في الميادين يعني تماثيل جميلة، الآن اختفت هذه الظاهرة، يعني لم نعد ننشئ ميادين جديدة بتماثيل جديدة، ليه؟ يعني لأن المتحكمين في هذا أبعد ما يكونوا عن الحركة الفنية. يعني برضو إحنا محتاجين إن إحنا نبص، إحنا عندنا فنانين عظماء. يعني صحيح. أنا مستغربة جدا يعني ده حتى في الطلبة الصغار في كليات الفنون الجميلة، وعندنا مثلا كمان حاجة زي السيمبوزيوم اللي بيحصل كل سنة في أسوان. في أسوان، وكان في بدايته لما كان الفنان الكبير أدم حنين ماسكو، كان المحافظين بيتباروا علشان ياخدوا منتجات السيمبوزيوم تتحط في الميادين وتتحط في الأماكن العامة، تعمل ثقافة بصرية للناس. النهاردة مين اللي بيتحكم في تجميل الميادين؟ أنا الحقيقة مش عارفة. أنا فاكرة في حي الدقي اللي أنا بقطن فيه وقت الفنان فاروق حسني، قرروا أن يحطوا لنا تمثال أحمد شوقي قصاد حديقة الأورمان، وجابوا مهندسين كبار جدا زي الدكتور ماهر ستينو والمهندس جمال بكري، خططوا حتة الميدان الصغير ده، هو مش ميدان، هو زي مثلث قصاد جنينة الأورمان، وحطوا التمثال بطريقة جميلة بيحيي الناس كل ما تدخلي حي الدقي من ناحية الجيزة. تحسي أنه أحمد شوقي بيحييكي بالوردة الجميلة اللي ماسكها دي. يعني ليه ما يعني يمكن محتاجين ان احنا نرجع نبص للكلام ده، لان الحقيقه كانت ميادنا فرجه يعني بالنسبه حتى للزوار. والفنان لوحده برضو اسمحي لي اقول لك انه محتاج مهندس معاه، مهندس تصميم عمراني، علشان يحط التمثال بشكل مظبوط في فيستا كويسه بزاويه معقوله، بحيث انه السكيل بتاعه كمان ايه اللي هيتعمل حوالين التمثال ده مهم جدا.